E بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم أحبتي وأعزائي المشاهدين ورحمة الله وبركاته أتحدث معكم اليوم في موضوع مهم جدا وله تأثير كبير في حياتنا الاجتماعية ألا وهو البحث عن المكانة طبعا تأثيره في حياتنا الاجتماعيه هم كذلك يقوده الى التأثير في حياتنا العباديه مع الله سبحانه وتعالى. البحث عن المكانه امر نفساني هذا الامر يجعل الانسان يقوم باشياء كثيره لكي يثبت مكانته. والمكانه هي عباره عن قيمه اجتماعيه يعطيها المجتمع الى شخص معين. المكانه قيمه اجتماعيه يعطيها المجتمع الى شخص معين فيصبح هذا الشخص ذو مكانه عاليه، ذو تقدير عالي، ذو احترام عالي. التقدير والاحترام الذي يعطيه المجتمع الى هذا الشخص يسمى المكانه. ونشوف تاثير هذه المكانة في حياة الناس متعدد، الإنسان يريد أن يسمع إلى رأيه، الإنسان يريد أن يؤخذ برأيه، الإنسان يريد أن يكون ذو وجود في المجتمع غير متجاوز، <applause> عفواً غير متجاوز موجود يعطى مكانه يعطى احترام يعطى يحسب له حساب وعلى هذا الاساس قسم ما شئت فاذا ايها الاحبه المكانه هي القيمه والاحترام او مقدار القيمه ومقدار الاحترام الذي يعطيه المجتمع الى شخص ما. والكل يبحث عن هذا. هذا أمر طبيعي أن الإنسان يبحث عن هذه القيمة وعن هذا الاحترام بل الإسلام يحث أتباعه على أن يسعوا إلى أن يكونوا ذو قيمة وذو مكانة وذو احترام في المجتمع بحيث أن يكون له رأي مسموع له وجود محساب إليه موجود ويحسب إليه لرأيه قيمة لوجوده قيمة هذا الوجود وهذا الرأي وهذه المكانة ممكن انها تعطي الى الإنسان تعطي الى الإنسان قيمة اجتماعية طبعا دوافع البحث عن المكانة ما هي عندنا أولا إثبات الذات الإنسان لكي يثبت ذاته، لكي يحقق ذاته، لا يستطيع ان يحقق ذاته بدون ان تكون له قيمه واحترام اجتماعي. لا يمكن ان يحقق ذاته بدون ان يكون له قيمه ومكانه واحترام اجتماعي. لذلك هذا هذا الاثبات تحقيق الذات، تحقيق الانسان لذاته، وممكن انتم تسمعون هذا الكلام كثير يتداول على السنه خصوصا الشباب، لماذا تريد ان تحصل على هذا هذا العمل الفلاني؟ لكي يكون لي مقام ولكي يكون لي احترام في المجتمع. لماذا تريد ان تحصل على هذا الـ هذا الـ هذه مثلا السياره الفلانيه طبعا أحنا لا اقول إن ما اقول ان هذا الامر صح او خطا وما راح اقيمه لكن ليش انا لما اجي اسال ليش هو يسعى الى هذا الامر ليش يسعى الى انه يعرف ليش يسعى الى انه يمتلك ليش يسعى الى انه يكون له وجود طبعا دافع ذلك هو تحقيق ذاته دافع ذلك تحقيق ذاته بالطريقه السلبيه او بالطريقه آه الايجابيه، في تلك في كلتا الطريقتين اثبات ذاته، تحقيق ذاته هو الدافع الذي يجعله آه يقوم بهذا الامر المعين، يتبنى هذا الراي المعين، يشجع الفريق المعين آه <applause> مثلا. يمتلك السيارة المعينة، يمتلك البيت المعين، يتزوج من العائلة الفلانية. ليش؟ لكي يثبت نفسه ويحقق ذاته، لكي يحصل على المكانة التي دافعها إثبات الذات، التي دافعها تحقيق الذات. طبعاً الأمر الثاني الذي يدفع الإنسان للحصول على المكانة هو أن يحصل على تقدير ذاتي مرتفع يقوده إلى الثقة بالنفس. موجود عندنا مثل هذا التفكير قد يكون موجود في أوساطنا وهو أنه لن أكون واثقا من نفسي إلا إذا كانت لي قيمة واحترام عند الآخرين طبعا ما دام فتحنا موضوع الثقة بالنفس خلني أخلي خلني أفتح هاي القوسين وأخلي خطوط عريضة الثقة بالنفس ما لها علاقة بالآخرين ثقة بالنفس مو بالآخرين من علاقة بالآخرين الثقة بالنفس هي أمر ذاتي يختص به الإنسان مع نفسه الثقة بالنفس التي قد تعتبر من البديهيات عند الناس ويتكلمون عنها كأنها شيء واضح الثقة بالنفس هي أن يعرف الإنسان نفسه. أن يعرف الإنسان قدراته، أن يعرف الإنسان ما يحب وما يكره، أن يعرف الإنسان بماذا يتميز، بماذا يستمتع، بما لا يتميز، بما لا يستمتع. هذا المجموع المعرفة هذه هي الثقة بالنفس. أما أنه الثقة بالنفس مبنية على قبول الآخرين لي، مبنية على تقدير الآخرين لي، هذا الأمر غير صحيح. ومن دوافع البحث عن المكانة هو الثقة بالنفس، الفهم الخاطئ للثقة بالنفس. فلذلك الناس الذين يعتبرون أن الثقة بالنفس أو منبتها أو أصلها هو قبول الآخرين، يسعون بشكل كبير إلى أن يحصلوا على قبول الآخرين. نشوف إحنا مثلا المجتمع السائد فيه أن اللي يمتلك هذا البيت أو يمتلك هذه السيارة هذا مقبول اجتماعيا، فهذا يروح لأنه ثقته بنفسه منخفضة، يسعى إلى الحصول إلى مثل هذا البيت، يسعى إلى الحصول على هذه السيارة لكي يحصل على القبول الموجود عند الآخرين فترتفع, فترتفع ثقته في نفسه. الدافع الثالث الذي يدفع الانسان للبحث عن مكانه معينه اجتماعيه موجوده في اعين الاخرين هو الاحترام يريد ان يحصل على الاحترام يريد ان يحصل على التقدير وهذا الاحترام والتقدير اذا ما حصله في بيته فهو يبحث عنه في عند الاخرين يبحث عنه في المجتمع وعليه فهو هذا الاحترام المرتبط ارتباط وثيق مع المكانه دافع اخر من دوافع البحث عن المكانه قيمه احترام وجود مكانه هي اللي هي هو اللي تدور عليه مجال البحث عن المكانه. فاحنا الان استعرضنا تعريف المكانه واستعرضنا لماذا ما هي الدوافع التي تجعل الانسان يبحث عن المكانه الاجتماعيه. قلنا ان المكانه هي قيمه اجتماعيه واحترام اجتماعي يقدمه المجتمع الى شخص معين. بحيث انه يصير عنده قبول، يصير عنده وجاهه، يصير عنده مكان يصير اليه جزئيه اكبر في المجتمع، وقلنا ان الدافع الى ذلك ثلاثه امور، اولا تحقيق الانسان ذاته، وثانيا الحصول على التقدير الذاتي المرتفع اللي هو الثقه بالنفس، وبعدين عندنا الحصول او الرغبه في الحصول على التقدير والاحترام. بنروح الى فاصل، وبعد الفاصل راح نتكلم عن محاذير البحث عن المكانة يعني هذا الأمر قلنا أنه شيء طبيعي لأنه أمر نفسي بل هو مطلوب الإسلام يحث الأتباع على البحث عن المكانة لكن المكانة في جانبها الإيجابي المحاذير راح نتكلم فيها إن شاء الله بعد ما نرجع من هذا الفاصل انتظرونا فاصل نرجع نواصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين بعد الفاصل القصير الذي كنا نتكلم قبل الفاصل عن المكانة أو البحث عن المكانة وهو موضوع هذه الحلقة قبل الفاصل قلنا أن البحث عن المكانة عرفنا البحث عن المكانة ما هو عرفنا الدوافع وقلنا ان البحث عن مكانه هو طلب التقدير والاحترام الاجتماعي وهذا التقدير وهذا الاحترام دافعه رغبه في هذا التقدير وفي هذا الاحترام دافعه اثبات او تحقيق الذات ودافعه ايضا الثقه بالنفس أن الإنسان يريد أن يرفع ثقته بنفسه أو أن يحصل على ثقة بنفس بنفسه مرتفعة فيبحث عن المكان. وقلنا أيضا وهذا شيء ضروري أن الإسلام أيضا يحث على البحث عن المكان لأنها هي حاجة نفسية وهي الحاجة النفسية الإسلام طبعا في الأمور النفسية الإسلام يجي يخلي هي الأمور النفسية عشان لا تنحرف يخليها في إطارها السليم يخليها على الجادة الصحيحة. آه والإسلام في موضوعنا يحث على البحث عن المكانة في جانبها الإيجابي. لذلك نشوف أنه يخلينا في بعض المحاذير ويقول إلي أن هذه المحاذير التفتوا إليها لأن هذه الحاجة النفسية قد لأنها تريد أن تشبع قد تسقط في هذه المحاذير وهي أولاً الوقوع في الكذب من محاذير البحث عن المكانة أو الحصول أو طلب المكانة هو الوقوع في الكذب تخيلوا أحد الناس يريد أن يكون موجودا في عيون الآخرين يريد أن يكون كبيرا في عيون الآخرين لكن إمكانات الشخصية ما تأهله إلى, هذا إلى المكانة اللي هو يطلبها فشل شنو الطريق اللي يسلكه عشان يوصل الى هذه المكانه؟ اقصر الطرق في عيون كثير من الناس هو الكذب. اجي انا الى الناس واكذب عليهم وطبعا الكذب هو عدم موافقه الواقع واقول اليهم بعض الامور التي ترفع من قيمتي عندهم و تلزمهم بتقديم الاحترام والقيمة المرتفعة إلي وهذه الأمور ليس لها واقع وليست لها أي وجود في حياتي أبدا أجي إلى الناس وأقول إليهم مثلا أن أنا بطريقة أو بأخرى أن أنا واحد من أهل الليل أو أن أنا بطريقة أو أخرى أن فلان العارف الكبير يعرفني أو أن أنا أقدر أسوي كذا وأنا أسوي كذا ورحت هذا المكان وقلت لهذا ال... بهي الطريقة طبعا هذا كله مو موجود أنا قصدي من كل هذا الكلام اللي أنا قلته وهو مو صحيح مو موجود في حياتي ما قمت به كل قصدي هو أن أنا أحصل الرضا أو أحصل التقدير أو أحصل الاحترام الموجود عنكم تعطوني إياه فأنا في هذه الحالة شنو اللي سويته؟ اللي سويته أن أنا ما طابقت كل ما طابق كلامي الواقع. اللي سويته أن أنا أعطيتكم شيء أكثر من اللي موجود عندي. وهذا تقريباً اللي يسمونه في مجتمعاتنا أنه هذا كثير الكذب، هذا والمشكلة أن الكذب حبل قصير بدون بدون رجلين الكذب، لذلك يكتشف. وبدل ما ان احصل على المكانه اللي مفروض احصلها عن طريق الكلام اللي قلته، مكانتي تنزل في عيون الاخرين، احترامي ينزل في عيون الاخرين، وقيمتي ايضا تنزل في عيون الاخرين، جراء اكتشافهم ان الكلام اللي انا اقوله كله ما إليه واقع، وكله غير صحيح، بل قد اعرف بين الاخرين بكثير الكذب. فاول محذور من محاذير البحث عن المكانه هو كثره الكذب، ثاني محذور هو عدم الاخلاص. انا ساعات <applause> لما اجي اقوم بعمل وقصدي من هذا العمل هو رضا هؤلاء الناس. اقوم بهذا العمل وقصدي من وراء هذا العمل ان اذكر في السنه الناس. قصدي من وراء هذا العمل ان احصل على احترام الناس، على ان احصل على تقدير الناس، ان قيمتي الاجتماعيه ترتفع عند الناس. فقيامي بهذا العمل حتى الاعمال الغير عباديه اللي راح اجي اليها ان شاء الله لما اتكلم عن الرياء. حتى الاعمال الغير اراديه هذه الاعمال لما اقوم بها انا عندما اريد بها المكانه الاجتماعيه والاحترام الاجتماعي والقيمه الاجتماعيه هذه غير مخلصه هذا العمل مو خالص هذا العمل ما يتقبله الله سبحانه وتعالى ومن ضمنه الرياء ومن ضمنه الرياء، الرياء هو شنو؟ الرياء هو اللي يعبر عنه في كتب الاخلاقيين الشرك الاصغر الرياء هو طلب او مشاركه الله سبحانه وتعالى في الاعمال عدم الاخلاص الى الله سبحانه وتعالى في الاعمال ان يكون لله شركاء في هذا العمل. شنو اللي يصير؟ اللي يصير ان الله سبحانه وتعالى يقول الى هذا المرائي اذهب وخذ اجر عملك ممن عملت لاجلهم. وانا اذا كنت في طول حياتي عملت لغير الله سبحانه وتعالى ولم يكن الاخلاص رفيقي. وبعد ذلك حصلت على هذه المكانه. نتيجة هاي الأعمال اللي أنا أقوم بها حصلت على هذه المكانة ولما حصلت على هذه المكانة وحصلت على التقرير وحصلت على القبول الاجتماعي المرتفع وحصلت على ثقة بالنفس شو الفائدة من هذا كله إذا جيت يوم القيامة وأنا ما موجود شيء في صحيفة أعمالي قربني إلى الله سبحانه وتعالى ويرضيه عني ماكو فائدة ما موجود فائدة تذكر بل قد تنقلب هذه المكانة سخط اجتماعي كبير الفضيحة على رؤوس الأشهاد هي شنه هو سخط واجتماعي كبير هؤلاء الناس الذين يعرفوني في الدنيا ويعرفون أن أنا العامل المخلص الكذا ظاهر مالي في يوم القيامة تنكشف يوم تبلى السرائر تنكشف كل هذه الأمور بيصير ان انا عملي مو لاجل الله سبحانه وتعالى. <applause> ايضا من محاذير اخيره من, أح من محاذير آه البحث عن المكانه استخدام او استعمال بعض الاساليب الغير محببه مثل استخدام السخريه مثل مثل استخدام الغيبه. انا لكي اوصم واوصف بالمضحك بسهل العريق طيب المجلس في مجتمع هذا المجتمع يحب الضحك يحب السخريه من الاخرين انا اريد ان اصل الى مكانه اجتماعي عند الاخرين فاسخر من الاخرين اغتاب الاخرين اقول والف عليهم القصص والنكت سخريتي من الاخرين آه اغتيابي للاخرين قد يقودني الى مكان معين عند الاخرين عند المجتمع لكن عند الله سبحانه وتعالى ان ارتفع عند المجتمع وانزل في ميزان الله سبحانه وتعالى وفي معياره فهذه بعض المحاذير التي يجب للانسان ان يلتفت اليها وهو آه وهو يبحث عن المكانة الاجتماعية أنا راح أقودكم إن شاء الله إلى مكانة اجتماعية كما يريدها الله سبحانه وتعالى كيف هي المكانة الاجتماعية التي أو طريق المكانة الاجتماعية التي يريدها الله سبحانه وتعالى وأي مو مكانة عادية مكانة مرتفعة جدا رقم واحد تذكر لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ارتبط بالله سبحانه وتعالى ومكانة الله سبحانه وتعالى مرتفعه، فيرفعك الله سبحانه وتعالى بمكانته. اعمل لله سبحانه وتعالى فقط ولا تخف في ذلك لومة لائم. اعمل لله سبحانه وتعالى ولا تخف في ذلك لومة لائم، اخلاصك الى الله سبحانه وتعالى يرفع قيمتك الاجتماعيه. يرفع احترامك الاجتماعي الناس المرتبطين بالله سبحانه وتعالى يكسوهم الله من نوره فيصبحون مضيئين يصبحون ذو مكان عالية في المجتمع لأنهم مرتبطين بالله سبحانه وتعالى رقم اثنين تواضع 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 المجتمع يحب المتواضعين خصوصا هذا المتواضع اذا كان مرتبط بالله سبحانه وتعالى هذا اذا تواضع في حركته الاجتماعيه الاخرين يعجبون به ويحبونه ويحترمونه ويقدمون له القيمه الاجتماعيه التي التي يستحقها ثلاثه استعمل حسن الخلق حسن الخلق يرفع مكانة الإنسان اجتماعيا، عندك الأمانة، حسن الحديث، الابتسامة، البشاشة، الصدق، هذه كل آه هذه الأخلاق الجميلة كلها لها وقع كبير في قلوب الآخرين، سوف يعطونك الاحترام التي تستحقه، الناس يحترمون الصادق مهما كان يحترمون الأمين مهما كان ولا يحترمون الخائن ولا يحترمون الكاذب فإذا أيها الأحبة البحث عن المكانة أمر وحاجة نفسية ما عليك إلا أنك تضع هذه الحاجة النفسية في طريقها الصحيح اربطها بالله سبحانه وتعالى وسوف تجد أن الاحترام والقيمة الاجتماعية سوف تحصل عليه وسوف تحصل عليه بطريقه ممتازه جدا مو المكانه التي تتوقعها البسيطه لا مكانه عاليه وقيمه اجتماعيه عاليه الى حلقه قادمه ان شاء الله استودعكم الله وفي امان الله